الصيف يعود للمغرب ابتداء من الغد ودرجات الحرارة تشتعل. طقس المغرب يعرف تقلبات مناخية مفاجئة وغير ثابتة خاصة في الفترة الأخيرة، فبعد تسجيل أمطار في عدد من المناطق تعود الحالة الجوية لتتغير من جديد، لكن بشكل عكسي وكأننا سنعود لموسم الصيف، وهو ما يوحي بتواجد مرتفع جوي أسطوري يمنع من دخول الكتل الباردة للمملكة ويساهم في ارتفاع درجات الحرارة، فيما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية في طقس المغرب: وجدة 18 إلى 33 درجة، بوعرفة 16 إلى 29 درجة، الحسيمة 19 إلى 25 درجة، تطوان 15 إلى 26 درجة، سبتة المحتلة 16 إلى 24 درجة، ليليا المحتلة 16-25 درجة، طنجة 18 إلى 31 درجة، القنيطرة 17 إلى 29 درجة، الرباط 14 إلى 26 درجة، الجديدة 17 إلى 28 درجة، الدار البيضاء 15 إلى 26 درجة، إفران من 11 إلى 24 درجة، مكناس 16 إلى 33 درجة.